السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الجورنال دو مير. اليوم إن شاء الله الوصفة تاعنا هي عبارة عن طبق لازان بلحم مفروم وصوص بشاميل، إن شاء الله يعجبكم وتجربوه. نمروا المقادير وكيفية التحضير. خصنا زوج حبات تاع بصل مقطعين شرائح كيما هكا، خمس حبات تاع طوماطيس أنا طحنتهم بالقشرة تاعهم، كيلو تاع كفتة، خمس فصوص تاع ثوم. العطور خصنا سكنجبير، فلفلة الحارة هذا اختيار لكم، الحرور، الخرقوم والملح. نبدأ بسم الله. أول حاجة درتها ديت ربع مغارف كبار تاع الزيت، زدت البصل وزدت الثوم، غادي نقليهم مليح حتى ياخذوا اللون الذهبي، عادك باش نرمي الكفته. فوالا البصل كما راكم تشوفوا راح تشحر مليح وخذا اللون الذهبي. بسم الله. غادي نزيد الكفته، غادي نزيد مغرف تاع خرقوم، نص مغرف تاع حرور، مغرف تاع سكنجبير، مغرف صغيرة تاع ملح، والملح على حسب ذوق كل واحد فينا. نص مغرف صغيرة تاع فلفلة حارة، وهذا كما قلت لكم يبقى اختياري لكم. غادي نحركها واحد شوية ونخليها تاني تقلى في غضها، من بعد نزيد عليها لاصوص. فوالا الكفتة خدات وقتها في الطياب، غادي نزيد عليها الطوماطيس. انا فوق الطوماطيس زدت عليها واحد المغرف صغيره تاع زعتر، ولا عندكم اي اعشاب منسمه ديروه. بسم الله. من بعد ما زدت الطوماطيس خلطت واحد شويه، غادي نزيد 250 مليلتر تاع ماء. بسم الله. غادي نقارع حتى تغلي الغليه الاولى ونقص عليها، نديرها على نار هاديه ونخليها تطيب لمده ساعه كامله على نار هاديه. فوالا دروك شنو غادي ندير، غادي نقص على الغاز، غادي نغطي. نديرو البيشاميل، عندنا 70 غرام تاع زبده او مارغرين، غادي نخليها حتى تذوب مليح. غادي نزيد عليها ربع مغارف كبار تاع فارينه و 800 مليلتر تاع حليب والملح واحد النص مغرف. الزبدة راهي ذابت، غادي نزيد بسم الله الفرينة. نحرك فيها غير شوية. بسم الله.
غادي نزيد الحليب قلنا 800 مليلتر نبدا نحرك ما نحبش حتى تذوب لنا الفرينه ويقعد لنا الحليب لاصوص بيشاميل راهي واجده هذا هو القوام تاعها اللي لازم يكون لاصوص راهي ديجا وجدت فوالا حتى هي دايره بسم الله تحط فيها البيشاميل تاني خاصنا 500 غرام تاع فرماج موتزاريلا غابي عندي خليط بين القزبر والبازيليك هذا اختيار لكم لا بغيتو ديروه ولا لا وبالنسبه للازان انا هذه اللي نستعملها سي با نيسيسير باش نطيبها نغليها سي نطيبها في الماء ومن بعد ندير بها نجم نديرها ديريكتومون في الفور فوالا لازان بريت بور لو فور بسم الله نبدو المونتاج اول حاجه درتها درت شويه تاع لاصوص في البلاط تاعنا باش ما ترسقليش لا لازان بسم الله نديرو لاصوص غادي نزيد عليها لاصوص بيشاميل ماشي مشروط اننا نغطوها شويه الحشيش فرماج غابي ونعاود نكرر العملية بسم الله الفوق ديجا راني دايرته يحمى ولا انا غادي نستمر كما هكا حتى نكمل كاع الطبقات ونعاود نوليكم ان شاء الله بسم الله هذه اخر طبقه اش غادي ندير نرفرخها كاع كيما هكا بسم الله
ندير الحشيش تاعنا. لا لا زاني راهي واجده دروك، غادي نغطيها بالبابي الومنيوم وندخلها الفوق لمده واحد عفوا واحد 45 دقيقه، ومن بعد نخرجها نقلع البابي الومنيوم ونخلي الفرماج يتحمر من الفوق. البنات كما راكم تشوفوا الطبق تاعنا تاع اللازانيا راه واجد، هذا ونخرجته من الفوق، غادي نخليه يبرد شويه ونقطع لكم المورسو باش نشوفوه كي جا من الداخل. بسم الله غادي نسيو نقسموها. مازالت حامية، راني قطعت لكم مرسو باش نشوفوها كي جات من الداخل، ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.